الحمد لله على السلامة يا سلوت، النهارده بيتك في مطرحك. مع السلامة يا متشكرين، يلا مع السلامة، شكرا مع السلامة. يلا يا جماعة سلوت في راجع تعبان وعاوز يستريح شوية. عندك فات الحمد لله على السلامة. الله يكرمك. الحمد لله على السلامة يا سلوت. أنت سافرت وغبت وطولت قوي. ايوه صحيح طولت. انا عايزك بقى تحكي لي بالتفصيل كل حاجه. تفصيل ازاي بس يا عم طاهر، احكي لك كل دوت دلوقتي. خلاص احكي لي باختصار. يعني الصباح رباح يا عم طاهر، يلا الف شكر نورتنا. ايوه على قولك، الله يخليك والحمد لله على السلامه. على فكره سلطفي، انا لو عوزت اي حاجه عند علاء انا قاعد تحت. حتما انا سويت معاشي بدري بدري وقاعد مكرس وقتي كل خدمه اهل الحاره وكل وجه الله. عندك حق، مع السلامه. وبقولك ايه، انا كنت شيخ الحارة دي كلها، بس خلاص سبت المشيخة بقى دلوقتي الاجيال الجديدة. وهتقعد هنا بقى لغاية الاجيال القادمة ولا ايه؟ يلا يا مع الف سلامة. سلام الله يسلمك. بقول لك ايه يا سلطفي، ابقى بلغ الاسم ان انت وصلت. حاضر، من عينين هنبلغ. وخلص اوراقك معاهم، ولو عوزت اي حاجة قولي كلهم حبايبي ما تقلقش. اقلق انت على نفسك يا اخويا، مع الف سلامة. نورت بيتك يا لطفي يا جنايني. ما تقوم يا اخويا، قوم كده ريح نفسك وادخل اوضتك، غير هدومك ونام على سرير. تلاقيك هلكان من الصبح. انت بتعملي ايه؟ بقلعت الجزمه يا بابا. لا متشكر متشكر. طب هات عنك الشنطه دي خليها جوه. هنا كويس قوي. انا بحبك قوي قوي يا بابا. وانا كمان يا حبيبي، بس معلش انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه. وانا كمان عايز اقول لك على حاجه يا ست. انا اللي عايز اقول لك على الحاجه دي من الصبح. معلش هتكلم معاك انا كمان في اوضتنا لوحدينا. ليه لوحدينا ليه؟ نتكلم هنا كويس خالص. لا ما ينفعش قدام العيال. تعال يا سلطفي خليكوا هنا يا اولاد وخلي وحيد معاكم. هكلم ابوكوا كلمتين. تعال يا سلطفي تعال. ادخل بس ادخل. انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ شوف بقى يا سلطفي، انا من ساعه ما دخلت الحاره وشايفه في عينيك بصه مش حلوه مش عجباني. لا مخك راح لفين؟ وحياتك وغلاوتك ما حد قرب لي ولا لمسني من يوم ما سافرت. يا ست انت حره، انا مالي؟ يعني ايه مالك؟ لا انت من ساعه ما شفت الواد وشك اتقلب كده. واد مين؟ الواد وحيد. وحيد مين ده؟ ابني. ابنك وانت حره في، انا مالي؟ يعني ايه حر بقى بعد العمر ده كله تشك فيا يا سلطفي؟ ممكن تسمعيني بقى. انت اللي ممكن تسمعني. وحيد ده مش ابنك. ما انا متاكد انه مش ابني. اهو كده ازعل اكتر. اوعى تفكر مجرد تفكير ان انا لا سمح الله يعني. يا ست انا مش بفكر في اي حاجه، انا كل اللي عايزه انا اللي هقول لك الحقيقه بقى. وحيد ده لا ابنك ولا ابني، ده حته واد غلبان لقيته من 7 سنين على عتبه بيتنا القديم. خدته حته لحمه حمرا كده، قلت اربيه في وسط ولادي ويمكن الخير اللي بعمله ده يقعد لي ويقعد لاولادي ويرجعك ليا بالسلام. وديك رجعت ليا بالسلام الحمد لله. ممكن تسمعيني؟ نعم. انا مش لطفي الجنايني. وماله؟ الحرص واجب. بس خلاص الحكم خلص. حكم ايه اللي خلص؟ حكم الاعدام. انا حكم عليها بالاعدام؟ مش انت قتلت؟ قتلت ايه؟ قتلت قتيل. قتيل قتيل؟ الواد مهران اللي كان شغال معاك في السيرك وقال ايه كان عايز يخطبني. انا قتلت مهران؟ قتلته خالص. ما تخافش، زمان الحكم سقط. الله، انا كنت عارفه اني مش هون عليك وهترجع بعد المده ما تخلص. صلى على النبي صلى على النبي، الحمد لله على سلامته. فاكر فاكر الواد سليم ابن سليمان الجزار اللي انت اديته بالكف طرشته؟ انا اديت كف ابن الجزار طرشته؟ الواد ده ما صدق انك هربت وفضل مستقصدني في الراحه والجايه، قعد يعاكسني واهل مهران ما سابونيش، كل يوم ينطوا لي من الصعيد عاوزين ياخدوا بالطار. خفت على الواد والبنت، هربت بيهم في عز الليل ومن حاره لحاره العطفه لزقاق لغايه ما رسيت هنا. قعدت هنا بقالي 5 سنين، عشت في رعب يا اخوي، اهل مهران عايزين يقتلوه. عايزين يقتلوني انا؟ امال انا؟ اسمع بس. انا اللي سمعته كفايه. سلام عليكم. ودي صوتك هتفتح نفسك. افتح نفسي ده يا ست انت؟ قدام العيال اللي انا مربياهم وقايله لهم ابوهم احسن اب، مره واحده كده يعرفوا ان ابوهم قتل قتله، دول كانوا يتوبوا ساكتين. ده عندهم ربنا فوق وانت تحت، حرام عليك هتكسر قلبهم. مصيبه السوء. دي اوسع جلابيه عندي، جبتها لك عشان تنام بيها الليله دي لحد الصبح بس. الاكل ده بقى انا عملتهولك بنفسي
وهاكلك كمان بايديا. اتفضل. من امتى الشطارة دي يا لبنى؟ الا عمرها ما حطت ايدها في حاجه. مانيكير واسيتون. كل يا ابو محمود. ايه يا ابو محمود دي؟ لا يا بابا، من هنا ورايح تقوله يا ابو لبنى. بابا بابا بابا. نعم. مفيش، اصل انا عمري ما قلت لحد يا بابا قبل كده، فحبيت اقولها كتير وخلاص. يوجاتك ايه يا لبنى؟ اهو قدامك، اشبعي بقى. بقول لكم ايه، كفايه على بابا كده النهارده، خلوه يستريح شويه. انا عاوز انام جنب بابا. بس يا وحيد، انا اللي هنام جنب بابا النهارده. لا انت ولا هو، بابا النهارده مش هنام جنب حد غيري. يلا يلا عشان تستريح. والنبي ما هينام غير في اوضته وعلى سريره. لا معلش، انا هنام مع كلام اللي بره. لا انت جاي من سفريه طويله ولازم تنام براحتك. يلا انا هنام مع لبنى في اوضتها. يلا يا وحيد يلا عشان تنام جنبي. يلا. لا انا عاوز انام جنب بابا. اسمع الكلام يا ولد. يلا بينا. تصبح على خير. هتوحشني لحد بكره يا بابا. عاوز حاجه يا سلطفي؟ لا صلى على النبي، صلى على النبي، تصبح على خير. جرامه ايه مالك؟ الله، انت هتنامي معاه بجد؟ وماله، سيب ابوك يبرطع براحته. يا ماما ما ينفعش، المفروض كده تنامي جنب بابا، يحتاج حاجه كده ولا كده. اختشي يا بنت عيب، يقطع النت اللي فتح عين الواد والبيت. خش خش. معقول اللي بيحصل ده؟ يعني ممكن اكون شبه لطف الجناني للدرجه دي؟ العيال متعلقين بابوهم قوي. معلش، الصباح ربع، وبكره ان شاء الله اروح لناهد وبيبرس ونفرتيتي. غدا يوم اخر. مش قلت لك ان الدنيا صغيره؟ فعلا، والقدر كبير. اظن اقدر اعرف دلوقتي انت مين. انا ايزيس. ده كل اللي اقدر اقوله لك عن نفسي. كفاية علي مؤقتا انك هترقصي معايا. جرايه يا ولاد، الساعة بقى 12، مش هتقوموا تناموا؟ طب تصبحوا على خير. انتي من اعلى حبيبتي. تصبحوا على خير يا حبيبتي. وانت يا استاذ تامر؟ انا هطلع اول ما ماما تطلع على طول. لا انا هكمل الفيلم في التلفزيون ده بتاع فاتن حمام عمر الشريف. عارفه ماما، انا بحقد على الامهات دول، يقعدوا هم يتفرجوا على اللي هم عايزينه واحنا لازم نتقدر وننام من بدري. ولد اطلع نام من سكات، انت بتغلبني عشان تصحى الصبح. حاضر يا ماما. حاضر يا بابا. يا رب النور يتقطع عشان تتفرجوا بحب. وانت يا استاذ بيبرس؟ انا على طول اهو، على طول طالع نام يعني. لا بقول لك ايه، شغل الالباندا بتاعك ده مش عليا، انا عايزك تكون موجود اول واحد بكره الصبح في الشركه. طبعا اول واحد يفتح باب الشركه هيكون انا. متقلقش، مدير تنفيذي وكلام كبير، مش اي حاجه يعني. طيب يا اخويا، تصبح على خير. وانت من اهل حبيبي. اهلا. بقولك يا ماما، انا دلوقتي فاضل لي 29 يوم عقبال ما اقبض يعني، فكنت عايز كده سلفه تحت الحساب تاني. ده لغايه اخر الشهر بس، بعدين المفروض بقى اني اخر اصحابي النهارده واروح احتفل اني بقيت مدير تنفيذي، ولا دي مناسبه قليله يعني؟ انت هتخرج النهارده؟ ده باباك لو عارف انك خرجت يموتنا. مين بس اللي هيقول له؟ انا هقول. ليه تقولي له؟ ليه؟ خليك جدع، خليك جدع، وهاتي 1000 جنيه كده ومحدش يحس بحاجه يعني. مفيش فلوس. طب هو حياه غلاوه عمر الشريف وفاتن حمام عندك؟ اجيبي 1000 جنيه. مش انت عايزه تتفرجي على الفيلم؟ اديني بقى الفلوس، خليني امشي عشان تتفرجي براحتك. انت عارف ما حدش هيخرب البيت ده غيرك. خربوا ايه بس؟ انتوا زي الفل اهو، والراجل لسه بيقول لك هيسافرك بره باريس واوروبا وبتاع، خربوا فين بقى؟ انت هتقر يا واد. لا لا لا، مش هقر ولا حاجه، هاتي بس 1000 جنيه وربنا هيسهل ان شاء الله يعني. طب اسمع، انا هديهم لك بس اوعى تقول لابوك انك خدتهم. لا لا لا، اقول له ايه وانا مجنون؟ بس اوعى انت تقولي له.
تعمل ايه؟ تحلم معاه؟ انا مش مصدق نفسي يا ماما، مش مصدق ان بابا رجع ونام قدامي اهو. صدقيني نام بهدوم. معلش يا ابني، رجع تعبان وانت كمان تعبان، خش نام، ده انت بقالك يومين ما نمتش. انا ازاي بس؟ انا مستني طلوع الصبح بفارغ الصبر عشان اقعد معاه واحكي له ويحكي لي. اطمن هيطلع، وان ما طلعش هنزل اجيبه. مش انا بجيب لكم كل حاجه؟ يلا تصبح على خير. يا جماعه، احب اقول لكم ان النهارده خدت قرار بصفتي رئيس مجلس الاداره بتعيين الاستاذ بيبرس الدميري المدير التنفيذي لمجموعه شركات الدميري. طبعا انا مش محتاج ان انا اعرفكم الاستاذ بيبرس، يمكن اكون محتاج ان انا اعرفه هو بيكم. لا لا، ازاي يا بابا، انا عارفهم كويس، ده انا كنت باجي الشركه وانا طفل صغير، دول تقريبا مربين يعني. على اخر الزمن هيجيبوا لنا حته عيل يبقى مدير علينا. بتقول حاجه دكتور علوان؟ لا حضرتك، ده انا بقول احسنت الاختيار يا محرم بيه. عظيم جدا. زي ما حضراتكم عارفين ان الاستاذ بيبرس خريج الجامعه الامريكيه بزنس ادمنستريشن، اداره اعمال يعني. هيبقى واجهه كويسه قوي ليا وللمجموعه كلها من اولها لاخرها. وبمنتهى الصراحه كده، انا مؤمن بان الاجيال لازم تسلم بعضها وان الشباب لازم ياخد فرصته. دول ناويين يستغنوا عندنا كلنا ولا ايه؟ في اي حد في حضراتكم عنده اعتراض؟ انتوا عارفين ان احنا واخدين هنا في الشركه على الديمقراطيه، يعني اي حد فيكم ممكن يقول رايه بمنتهى الصراحه. طبعا يا فندم، هو في حد يقدر يعترض؟ بيبرس بيه له اغلب اسهم الشركه، وده ماله وكلنا شغالين فيه. عظيم جدا، يعني موافقين؟ طبعا طبعا، طبعا. اكيد اكيد. هاي اذا ارجو انكم تتعاونوا معاه. بيبرس مش ابني انا وبس، ده ابن الشركه، وعايزكم كلكم تعاملوه على اساس انه ابنكم بالظبط. مبروك يا بيبرس. مبروك يا بيبرس. طبعا طبعا، انا بعتبر ان الخطوه دي مجرد بدايه بالنسبه لبيبرس، لغايه ما يقدر بعد كده يشيل الحمل كله لوحده ويبقى هو رئيس مجلس الاداره من بعدي ويعمل اللي هو عايزه. معقوله؟ معقوله اتخطاك؟ ما يمكن يعني، ده انت الخير والبركه، ربنا يخليك لينا يا رب. الف مبروك يا بيبرس. الله يبارك فيك يا رب. اهلا ست موجه، بسم الله ما شاء الله، وشك منور والدمويه جريت في عروقي. وما صرتي فين؟ نايم يا اخويا. ينام من حقه، ينام وينام وينام. ربنا يديله الصحه والعافيه ويقويه وعقبالنا يا رب. يا جماعة عنده حق، بقاله 20 سنة غايب عن البيت. بقينا العصر دلوقتي يا ماما، بابا لسه مصحيش والفطار برد. وماله يصحى على راح؟ يلا شيل الفطار وحط الغدا، وين مصحيش نشيل الغدا ونحط العشاء. احنا ورانا حاجة جرحته؟ ده انا
نايم زي ما يكون ال 20 سنه اللي فاتوا ما غمضش فيهم عينه ثانيه واحده. يا ابني هو اللي بينام بعيد عن اهله وعن بيته بيكسل له جفن؟ نوم العوافي يا رب. صباح الخير، صباح السبع اللي عاد والهدى اللي زاد. صباح الخير. يا رب تكون نمت كويس يا بابا. الحمد لله. الف حمد وشكر. شفت انا جبت لك ايه؟ جلابيه وقميصين، يا رب يجوا مقاسك. متشكر قوي، اصل هنزل على طول. تنزل تروح فين؟ على لحم بطنك؟ لازم تتغدى مع العيال. دي ماما عامله لك فتت كوارع، انما ايه؟ هتاكل صوابعك وراها. اه وشوربه مواسير، اكل مدرب اسود صحيح. هو الحمام فين لو سمحت؟ على ايدك اليمين. حط لك فوطه بشوكها محدش لمسها. يا الف رايه بيضة. يلا يا سلطفي، الاكل هيبرد يا اخويا. يلا بسم الله. رايح على فين يا بابا؟ تعال اتفضل. اكل ماما وحشك اكيد. اه طبعا. يلا اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دوق الفته بقى وقول لي ايه رايك. ايه ده ايه ده، انت بتعملي ايه؟ بقول لك ايه يا بابا، من هنا ورايح محدش هيخدمك في البيت ده غيري انا. طب الكوارع واللحمه بالعظمه هياخدها من ايد انا بقى؟ كل يا سبع. انا يا بابا مش هاكل غير معاك ومن الصحن بتاعك. لا تعالى يا واد، انا اللي هغرف لك. تعالى تعالى سيب ابوك. سيبيه يا ام محمود. عارف يا بابا، من ساعه ما انت جيت هنا وانا مش عايزه اسيب البيت خالص، عايزه افضل بصلك كده على طول. كل سلطه يا محمود. يلا وانا بقى النهارده يا سي بابا قاعد لك طول النهار في البيت، مش هسيبك خالص. يلا خد. فضل واقف على باب اوضتك يا اخويا قاعد يبص لك لما عينه وسعت وبقت قد كده. انت مراش في الكليه النهارده ولا ايه يا محمود؟ ما انت عارف يا بابا انا مخلص اداب فلسفه. بسم الله ما شاء الله، على كده بقى تعرف سقراط وهيجل وشوبنهاور. مين دول يا اخويا؟ لعيبه كره؟ لعيبه ايه يا ماما؟ ده بابا طلع موسوعه فلسفيه واحنا ما نعرفش. بتشتغل فين بقى دلوقتي؟ يشتغل ايه؟ كان في شركه ورفدوه الموكوس. ماما ها؟ احنا على الغدا مش وقته الكلام ده. ورفدوك ليه؟ اكتشفوا ان انا عماله زايده. وفروني. وانت في مدرسه ايه يا لبنى؟ مدرسه؟ مدرسه ايه يا بابا؟ انا في كليه تجاره في سنه تانية. بسم الله ما شاء الله. بلا خيبه طالعه بمادتين، بسبس واماره اعمال. خلاص بقى يا ماما متحركه. حاسب رجلي يا بنت الكلو يا اختي. انا خايف اسالك انت في مدرسه ايه لا تطلع في الكليه انت كمان. اسمع من بقك ربنا، هو انا عارفه ادخله المدرسه من اصله؟ ليه مش عارفه يا ست محمود؟ انا مش عاوز اروح مدرسه يا بابا، انا عاوز اقعد معاك هنا على طول ومش عاوز اسيبك خالص. يا حبيبي بس ما فيش ولد شاطر يقول انا مش عايز اروح المدرسه دي. يعني انت هتفرح لو رحت المدرسه؟ هفرح جدا. خلاص يبقى من بكره هروح المدرسه وهطلع لك الاول كمان. يا حبيبي يا رب. الحقيقه والله انا مبسوط معاكوا جدا. معلش انا لازم امشي. تمشي تروح فين؟ عندي شويه حاجات كده لازم اعملها وهبقى اجي تاني يعني. ايوه لو في اي حاجه انا ممكن اعملها انا وانت خليك مستريح. ما ينفعش يا محمود، لازم انا بنفسي. معلش هجيب الشنطه. يا سي لطفي انت عايز تنزل تعمل ايه؟ الله بسم الله الرحمن الرحيم. مين بيخاف؟ خليك انت يا ماما. في حد الاتصال دي شقه معجم ومحمود. اي كمين. انا ابنها. وانت هتطلع مين يا راجل انت؟ انا ده جوزي. أنا... لا لا. أي خدمه يا باشا؟ لا لا انا سايق عليك النبي حاجة. ما تقول حاجه. الله جوزي كان متغرب في العراق بقاله 20 سنه جايين تاخدوه حرام عليك. اسكتي يا ست انت، انا هقول على كل حاجه. اسكت يا راجل انت. انت موجه؟ ايوه يا اخويا انا موجه. طب الله يا اختي طلع لي اسويره. اسويره؟ اسويره ايه؟ شوفوا بقى، في اسويره الماظ اتسرقت من بيت اللواء جلال، والاسويره دي بالذوق هتطلع بالعافيه هتطلع، لا اما هجركم كده بربطه المعلم واخدكم على الاسم. يعني حضرتك جاي عشان اسوره مش عشان حاجه تانية؟ ايه الماز؟ وايه اللي هيجيب الالماز عندنا يا اخويا؟ حد الله ما بيني وبين الحرام. تتصابطي عليا انت ولا ايه؟ لا والله العظيم استعبط على ايه، انا طول عمري بدوس على الذهب والفلوس في بيوت الناس، عيني مليانه يا اخويا، عمري ما بمد ايدي، حرام عليها. معقوله الست رجاء تشك فيا بعد العمر ده كله؟ محدش يا اختي دخل البيت غيري. فتشوا الشقه يا اخويا. يا اخوانا ايه الزحمه دي يا عم طاهر؟ والحكومه بتعمل ايه هنا يا عم طاهر؟ الظاهر ان الست ام محمود كانت شايله مخدرات تحت المرتبه مخبياها، ولما جه سلوت في جوزها مباحث المخدرات شمت خبر فجت طبت عليهم. اه
عوضي على الله في فلوس الإيجار، حار ونار في جدتهم، والله والله ما مسامحهم فيها. أنا قلت كده من الأول، قلت إن دول عالم نصابين وإحنا مش هناخد منهم الأبيض ولا أسود. بقى إحنا ما صدقنا الراجل يجي من بره عشان ياخد فلوسنا، يوم البوليس يطب ياخدهم على الاسم. طب وفلوسنا يا عم طاهر؟ لا خلاص بقى عوضك على الله، دي أقل ما فيها 25 سنة. يا إخوانا يا إخوانا ما تصدموش الناس، مخدرات إيه وبتاع وما دول وش ذلك؟ تقريبا كده أداب. أداب؟ يا ساتر على ملفظك وكلام. أداب؟ ونسح داخلة خارجة هي وبنتها طالعة نازلة، مش بيت بس مش معقول توصل للدرجة دي يا جماعة. بس يا اخوانا انا عارف القصة كلها، الراجل ده جاي من العراق ومهرب معاه دولارات، انا شايفه طول السكة واحنا راجعين مكوش عليها في حضنه ومش عايز يسيبها ابدا، اكيد مباحث الاموال العامة شمت خبر جم وقبضوا عليه. لا يا جدعان الموضوع اكبر من كده بكتير، ده مهرب اثار من العراق، انا شفته في التلفزيون كان ماسك فازة وعمال يجري بيها شمال ويمين. اطلع بره. انا اسمعوا ليا، انا هديك اخر فرصه، طلع لي اسوره وانا سيبك. والمصحف الشريف ما خدت حاجه، ده انا طول عمري عيني مليانه ونفسي عزيزه، مش مصدقني ليه؟ انت بقى عليكي كده وليا غاويه مرمطه، لعلمك هطلع الاسوره بالزق او بالعافيه. يا باشا يا باشا انا مش حراميه، انا ستي شريفه والله العظيم. شوف يا حضره الضابط، تاريخ الانسان هو اللي بينبع عن حاضره، شوف تاريخ الست دي وانت تتاكد ان مش ممكن تكون هي اللي خدت الاسوره. يا حضره الضابط، الست دي عاشت 20 سنه بعيد عن جوزها، حربت نفسها من الجواز من كل حاجه في الدنيا عشان تربي اولادها دول. بسم الله ما شاء الله، محمود اداب فلسفه، لبنى كليه تجاره، وحيد. هقول لحضرتك ايه؟ تسمح لي بكلمة على انفراد؟ انفراد يا جدع انت؟ واحنا اصحاب ولا ايه؟ معلش استحملني دقيقة واحدة. احكي يا اخوي. الولد ده مش ابنها، طفل لقيت، لقيته قدام عتبة البيت حتة لحم حمر، خدته وربته، ده معناه ايه؟ انها تعرف ربنا كويس، لا يمكن تعصاه. الإنسان اللي يبقى تاريخه أبيض بالشكل ده لا يمكن يمد إيده على الحرام. يسلم فمك يا سلطفي، ربنا يعلم أنا عشت 20 سنة مظلوم، لكن ربنا كافئني بيك ورجعت لي عشان تبقى سندي وتدافع عني، هتفضل معايا على طول، اوعى تسيبني. ممكن كده يا انفراد، أنا موريش غيرك ولا يا راجل أنت؟ معلش دقيقتين بس، استحملني دقيقتين بس. احكي يا أخوي. أنا مش بدافع عن الست دي عشان مراتي، دي مش مراتي، يعني فلنفرض إنها مش مراتي. أنا بدافع عن مبدأ يا حضرة الضابط، الإنسان اللي تاريخه كده لا يمكن يبقى كده. تسلم إيدك يا سلطفي، أنا دلوقتي ما يهمنيش، ما يهمنيش السجن ولا يجرى لي أي حاجة. تمام يا فندم، ما لقيناش حاجة. طب هتوقع البوكس. يلا. دول بيزغرطوا على المطار. الظاهر ان الظابط جاي يخطب البنت لبنى بنت الست ام محمود. ايه؟ ايه بس هيخطبها ازاي وهو بالبوكس كده؟ وانا كمان جايه معاكم. تيجي معانا فين؟ اطلعي فوق. لا اسمعي كلام اخوكي، ما صحش بنت زي تروح الاسم. سلطفي انا عندي محامي مخدرات شاطر قوي يطلعها من القضيه دي زي الشعره من العجين. مخدرات ايه يا عم انت كمان؟ انزل يا انا هاجي معاكم. تيجي فين؟ اسمعنا محمود هيجي. ما تخليه يروح معاك يا سلطفي، هو يلعب مع عمه في الاسم شويه. يلا يا استاذ. يا سبحان الله، دخلوا الحرم الليل بزفة وهو سواد الليل خارجين بزفة. يلا
بعتوها. واخديني على فين؟ والله ما عملت حاجة. بس يا ولية. يا اخويا انا عمري ما دخلت حساب. يا لهوي. الوحيد هنا يا محمود. لا خليه معايا فين، ما اقدرش اركن هنا اخد مخالفة. لا يا محمود شوف. ست محمود يا ماما. محمود يا ابني وعدتها عمرك سمعت ايدها؟ انا بريء. ما تخافيش يا محمود. بس يا اخي العيال يا سيدي. يلا يلا يا ولية. ما تخافيش ايدك عليها. اصبر يا راجل. اللي بتعمله ده غير قانوني. انا عايز المأمور. فين المأمور؟ اقفل هات الباب. انا ممكن اروح للنائب العام. البلد دي فيها قانون. لو حد لمس الست دي انا هقلب الدنيا. في حاجه اسمها حقوق الانسان. ايه الدوشه اللي انت عاملها دي يا راجل انت؟ في ايه؟ في إهدار لكرامة البشر، في معاملة غير أدمية للإنسان. حط لسانك جوه بقك واسكت، هتأذي نفسك. أنا حطيت لساني جوه بقي 20 سنة، دلوقتي خلاص أنا رجعت بلدي، لساني هيبقى طول كده. مش كده يا بابا. ما تخافش، ما تخافش يا محمود. أنت بتشتغل إيه؟ إيه أهمية إن أنا بشتغل إيه؟ أنا مواطن مصري، لي حقوق المواطن المصري. حقوق المواطن لا تفرق بين المواطنين حسب وظائفهم أو مناصبهم. أنت محامي؟ مش مهم أبقى محامي. عشان ادافع عن انسان مظلوم. وبعدين معاك بقى دي انت باين عليك مش ناوي اجيبها لبره. بالظبط، انا مش ناوي اجيبها لبره لان خلاص رجعت بلدي مصر. مصر طول عمرها بلد الحريات. احمد باشا عرابي وقف قدام الخديوي توفيق مهموش قال له لقد خلقنا الله احرارا ولم يخلقنا تراثا او عقارا، فوالله الذي لا اله الا هو لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم. وانا هقولها لك ومش هممني من اللحظة دي، والله الذي لا إله إلا هو لن أورث ولن أستعبد بعد اليوم. بص إيدك يا بابا، بص إيدك. سيبني يا محمود، سيبني يا ابني. أنا مكبوت بقالي 20 سنة، عايز أفك، أجي مصر ألاقي المعاملة دي. تكونش صحفي. أنت ليه مصمم تصنفني؟ هو أنا لازم أكون صحفي ولا محامي عشان يبقى من حق إن أنا أتكلم؟ أنا مواطن يا أخي، من حق أتكلم، من حق أقول. ماشي، ده من حقك. ممكن بقى سيادتك تسيبني انا كمان اشوف حقي؟ اتفضل. بطاقتك ده حقك. انا معيش بطاقه، معايا باسبور. ممكن نشوف الباسبور؟ حقك الباسبور. حق. فين الباسبور يا فيلسوف عصرك؟ انا الظاهر نسيته في البيت. نسيته في البيت يا حلاوتك. اروح اجيبه. لا يا حبيبي، ده انت استنى معانا هنا، حطه في الحجز يا عسكري. حجز ايه يا حضره الضابط؟ والله العظيم احنا نزلنا اصلنا متلهوجين، ما لحقناش ناخد معانا اي حاجه. وتطلع انت كمان. انا ابن فندم حضرتك، بس دي نص ساعه هروح اجيب الباسبور وارجع هوا. وانت يا حبيبي اتلقح هنا، اتحافظ عليه يا عسكري. حاضر يا فندم. اقعد هنا. فين يا سي محمود؟ يلا بينا. على فين؟ على الحارة. لا مش مع البلوة، ده جاب لي روماتيزم في دماغي، ركب لي الخفيف، ده مش هيركب عربيتي تاني. روح انت هات التاكسي وانا هتصرف. طيب يلا. تعالى يا ابني، ادي ده للظابط يوسف. ايوه يا حبيبي، حد مركب. ايه اللي حصل؟ راجع على طول. ماما فين يا بابا؟ حبيبي بخير، ماما بخير، اقعد يا وحيد. امال هي فين بس؟ انا عايز ماما، عايز ماما. ما تسكت الواد يا جدع انت. هي الحكاية ناقصاك انت راخر؟ حاضر حاضر حاضر. تعالى يا ابني انت اهو. قول لهم يخرجوا ماما يا بابا، انا عايز ماما، عاوز اروح لها. يخرجوها يخرجوها. اسكت يا وحيد اسكت. ماما اخدتش السويره. انت شرفك. لان انا اللي اخدتها اهي. اديها لهم يا بابا، اديها لهم علشان يخرجوا ماما. بس بس بقي الورطه المهببه دي. ياسي محمود طمني، سبت عليها التهمة ولا ايه؟ الله، هما شرطوا فين؟ خدوه معاها الاخر؟ يا ست ام سلوى. ايوه يا عم تاهو. عرفت اخر الاخبار؟ خير يا اخويا. سبتت عليها التهمة ست ام حسين. يا ام حسين. خير يا حبيبتي. سبتت عليها التهمة يا اختي. طمني ايه الاخبار؟ كل خير. كل خير ازاي يعني؟ ماما راجعه امتى؟ رد عليا، ماما راجعه امتى؟
الباسبور بتاع بابا ما شفتيهوش؟ لا ما شفتوش. يمكن في الحاجه بتاعته؟ هي فين الحاجه بتاعته؟ انت هتفرج عليا لما تضاري معايا؟ طيب حاضر. بس الدميري؟ لا 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 يا اشرف بيه حضرتك ما تقولش كده. ده احنا لنا الشرف الكبير ان احنا نتعامل مع الشركه بتاعت حضرتك. عموما انا هبعت العقود للمحامين بتوعي عشان يراجعوها ويجهزوها، وطالما تجهز ان شاء الله تليفون لحضرتك تيجي تشرب معايا فنجان قهوه ونمضيهم على طول. ما قلنا ما تقولش كده بقى يا اشرف بيه. الله ده حضرتك زي بيبرس ابني بالظبط. طيب طيب باذن الله. طيب سلم لي على الوالد لو سمحت. مع السلامة. ايه ده يا استاذ سيد؟ الورق ده كان المفروض يروح للمدير التنفيذي بيبرس. ايه صحت البيه بس. بس ايه؟ بيبرس البيه مش موجود. يعني ايه مش موجود؟ من ساعة كده خد بعضه ومشي. مشي؟ مشي راح فين؟ بص يا كبو، احنا الليله دي لازم نقلبها درناجه. وانت اللي عازم يا برنس. ايه يا جدعان؟ يا شغلنا؟ ما احنا امبارح صارنين وش الفجر فيه ايه؟ والنهارده وبكره بعد اذنك. وبعدين الاحتفال بالمدير التنفيذي لشركات الدميري لازم يكون على الاقل 3 ايام. وبعدين ده انت الكبير يا كبير. ده انت البص يا بص. انت يا ابني فاكر نفسك شايف البلد؟ ده انت بيبرس الدميري، يعني صاحب مجموعه شركات الدميري الكبرى، يعني المدير التنفيذي بتاعها. لا مش بس كده، ده اكبر واصغر واحلى مالتي مليونير في البلد. يعيش بيبرس الدميري احلى 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 مليونير في البلد. بابا بابا عايز ايه؟ ايه رايك اقول للظابط ان انا اللي اخدت السويره علشان يطلعوا ماما؟ بس اسكت ما تقولش اي حاجه اسكت. طب ايه رايك بقى اللي انت تقوله اللي انت اللي اخدتها علشان يطلعوها؟ يا سيدي اسكت ابوس ايدك اسكت. ربنا يسوقك يا محمود. مع السلامه يا باشا. مع السلامه. باسبور يا باشا. تعالى افتح. اقول انسان انت. انت ايه اللي خرب كده يا محمود؟ مش عارف ما لقيته. انت لسه راجع امبارح من العراق؟ ايوه يا فندم. بتشتغل في سيرك؟ ايه؟ مهرج؟ لا يا باشا، بابا مروض اسود. مروض اسود كده مره واحده؟ امال ايه حقوق الانسان والعداله والحريه والكلام الكبير اللي كنت عمال تقوله ده؟ هلفطت لساني يا فندم مش اكتر من كده. معلش والله انتوا بتتعبوا قوي. يعني احنا حيالله بنروض اسود لكن حضراتكم بتروضوا بني ادمين ما شاء الله. والله يا فندم المفروض يغيروا شعار الشرطه ده. ايه الشرطه في خدمه الشعب؟ المفروض الشعب بيبقى في خدمه الشرطه. انت هتلبخ تاني يا راجل انت؟ لا 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 مفيش تاني ولا تالت خلاص. طب ورينا عرض كتافك يا اخوان. وبجد الباسبور بتاعك ده منتهي بقاله سنين. حاضر يا فندم. يلا يا محمود. يلا فين؟ هنسيب ماما كده؟ بعدين يا حبيبي بعدين. مش هنديله ايه يا بوب؟ مالك لابس ومتشيك كده على الاخر؟ وراجع على الطاية ولا ايه؟ يا راجل عطيت ايه؟ انا رايح حصل مع اصحابي كده موضبين ليلة بس ايه بقى؟ حكاية. المهم قول لي ابوك رجع ولا لسه؟ لسه ما جاش. حلوة. ايه رايك بقى؟ كويس كده؟ لا فل 10/10. بس انت بقى لازم تعمل فيها جميلة وتاخدني معاك لحسن انا مخنوق على الاخر يا بيبرس. انت اتجننت يا ابني؟ اخدك معايا فين؟ طب انا خلاص عديت 21 سنة، يعني لا قدر الله لو عملت مصيبة ولا حاجة هيودوني السجن، لكن انت بقى لو عملت مصيبة اخرك هيوديكوا الاحداث. فهمت بقى يا استاذ؟ وايه كمان؟ وايه كمان يا لذيذ؟ مش هتبطل تسخف عليا يا بيبرس ولا ايه؟ اقول له ايه ده بس؟ خلاص يا عم، لو عايز تيجي تسهر معايا هات لي موافقة كتابية من ابوك انه موافق انك تسهر معايا. موافقة كتابية؟ ده انت ظاهر عليك مش عايز تخرجني من البيت ده خالص. خلاص ما تزعلش قوي كده، انا هعمل لك خطه ما تخرش الميه.
بحيث تيجي تسهر معايا وتقضي الليله كلها زي الفل كده من غير ما حد يحس ولا حد ياخد باله. مبسوط يا عم؟ حوارات انت بتاع حوارات. مش عارف ليه انت بتحور عليا يا بيبرس. انا هحور؟ ده منظر واحد يحور يا راجل، حرام عليك. حد فاضي الحوار دي؟ حد فاضي؟ اوعى يا جدع اوعى. الو يا طروق، انتوا فين؟ وصلتوا يعني؟ طب حلو قوي. انا على الكوبري اهو يا ابني. في العربيه صدق، في العربيه اهو. تيب تيب اهي. عربيه ايه؟ مش عربيه دي. يلا باي باي. على فين يا استاذ؟ خارج اسهر مع اصحابي شويه يعني. مش ملاحظ انك مزودها قوي اليومين دول؟ كل يوم سهر يا ماما. قصيره هي الحياه. بعدين انا خلاص بقى بلغت سن الرشد وبقيت راجل اهو، خلص كليه وبتفوق وبشتغل وبقيت ماله هدومي. بص كده، شايف ابنك ماله هدومه ازاي؟ بذمتك بقى، مش انت بتتفشخري بيا قدام اصحابك؟ ايه واده ايه تتفشخري دي؟ مش ده اللي بيحصل. المهم ايدك بقى. ايدي على ايه؟ الله، على تمن الفشخره اللي بتتفشخري بيها مع اصحابك. هو انت مش لسه واخد مني 1000 جنيه يا ماما؟ قصدك على ال $150 دول؟ 1000 جنيه؟ $150 ده ايه؟ واحنا عايشين في امريكا يا ماما. يا حبيبتي انا بتعامل بالنظام العالمي اللي ماشي في الدنيا كلها. ايدك بقى عشان ربنا يكرمنا كده. يلا طب غلبني يا ولد. اسمع، انا معيش غير 500 جنيه دول بس. حلوين ورضا وزي الفل. اسمع، انا ما بقولش لابوك على الفلوس انا بديها لك. لا ولا انا كمان هقول له حاجه، وانا مجنون اقول له حاجه زي كده. باي باي. باي باي يا اجمل ام في الدنيا كلها. خير يا بابا؟ ماما ما جاتش معاك ليه؟ وبعدين معاك يا بابا؟ انا كل ما اسالك على حاجه تقولي بعدين لحد امتى؟ ايه دي؟ هتكون ايه؟ الاسوره؟ اسوره؟ وانت جبتها منين؟ معنى كده ان ماما هي اللي... عيب يا محمود، امك ست شريفه. اذا ما كانتش هي اللي خدتها يا بابا، امال مين اللي خدها بس؟ وحيد؟ انت يا ولد. استنى يا محمود، ده لازم يتربى يا بابا. انت ليه عملت كده يا وحيد؟ ليه خدت الاسوره؟ بطلت يا ياض. بعدين خد اختك وسيبونا لوحدنا يا بابا. انت شفت؟ خد اختك وسيبونا لوحدنا، واقف الباب وراك. يلا تعال قول لي ليه خدت الاسوره؟ علشان اديها لماما يا بابا. هي اللي قالت لك كده؟ لا يا بابا، ماما ما تعرفش ان انا خدتها. انا اخدتها من غير ما هي تعرف. امال خدتها ليه؟ اصلي في عيد الام اللي فات محمود ولبنى جابوا هدايا لماما، وانا ما كانش معايا فلوس علشان اجيب لماما هدايا. يوميها بقى قعدت اعيط علشان ما جبتش لماما حاجه، وماما بتجيب لي كل حاجه، وانا كان نفسي اجيب لها حاجه. طنط رجاء ست طيبه قوي وعندها حاجات كتير، قلت مش هتسعد لو خدت الأسورة واديتها لماما. طب انت ما اديتهاش لماما على طول ليه؟ كنت مستني عيد الأم. هو انا كده ابقى غلطان يا بابا؟ شوف يا وحيد، كونك تحب ماما وتحب تجيب لها هدية تبقى مش غلطان، بالعكس دي حاجة جميلة خالص. لكن أكبر غلط في الدنيا انك تسرق عشان تعمل كده. كده بقى ماما تزعل منك وكل اللي بيحبوك يزعل منك. يعني انت دلوقتي زعلان مني يا بابا وبتكرهني؟ انا زعلان منك وحيد صحيح، بس انا مش ممكن اكرهك يا حبيبي، عشان ما فيش اب في الدنيا يقدر يكره ابنه.